السلام عليكم، معكم كوثر بيهي، طالبة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين شق. اخترت اليوم أن أشارككم مقتطف من رواية الشيخ والبحر للكاتب الأمريكي إرنست هامنغواي. إنها قصة صياد كوبي تقدم به العمر وجفاه الحظ، وعن محنته حين أوغل في تيار الخليج وانخرط في معركة دارية مع سمكة عملاقة من نوع المارلين. في هذه الرواية أبدع هامنغواي قيم الشجاعة والإقدام في مواجهة الهزيمة والاستسلام، وانبثاق النصر والإيمان من براثن الخسارة والفقدان. لنقرأ. يا نصف سمكة، أيتها السمكة التي كنت، أنا آسف لأنني أوغلت بعيدا في البحر، لقد حطمتك وحطمت نفسي، ولكننا قتلنا العديد من الأقراش أنا وأنت، وأصبنا عددا آخر. كم قرشا قتلت في حياتك أيتها السمكة العجوز؟ فأنت لا تمتلكين ذلك الرمح في رأسك بدون غاية. وأحب أن يفكر في السمكة وفيما تستطيع أن تفعله بقرش من الأقراش لو كانت تسبح طليقة، وفكر كان ينبغي علي أن أقطع رمحها لأقاتل به الأقراش، ولكن لم يكن لدي ثمة فأس ولا سكين، غير أنه لو كان لدي فأس أو سكين واستطعت أن أربط رمحك إلى طرف مجدف فأي سلاح رائع سيكون. إذا لكنا قاتلنا الأقراش معا، ما الذي ستفعلينه الآن إذا أقبلت الأقراش في الليل؟ ما الذي تستطيعين أن تفعلي؟ أجاب: أقاتلهم، سأقاتلهم حتى الموت، ولكن الآن في الظلمة ولا وهجة ولا أضواء في المنظور، وليس هناك سوى الريح واندفاع الشراع المتصل. أحس كما لو أنه قد مات، شبك يديه معا وتحسس راحتيه لم تكون ميتتين، وكان في إمكانه أن يستشعر ألم الحياة بمجرد فتحهما وإطباقهما. أسند ظهره إلى مؤخر القارب فأدرك أنه ليس ميتا، أخبرته كتفاه بذلك. أمسى الشيخ الآن متصلبا ومتقرحا، وأخذت جراحه وجميع الأجزاء المتوترة في جسمه تؤلمه بسبب برودة الليل، وفكر في نفسه قائلا: آمل ألا أضطر إلى القتال مرة أخرى. ولكن عندما انتصف الليل خد الشيخ غمار معركة، وهذه المرة أدرك أن قتاله بلا جدوى، فقد جاء قطيع من الأقراش ولم يكن في إمكانه أن يرى سوى الخطوط التي تخلفها زعانفها في الماء وألقها الفسفوري وهي تنقض على السمكة. انهال بالهراوة على الرؤوس وسمع طقطقة فككها، وأحس باهتزاز المركب وهي تنهش السمكة تحته، وفي يأس ضرب بالهراوة ما يستطيع أن يستشعره ويسمعه، وأحس بشيء يمسك بالهراوة ويأخذها من يده. انتزع مقبض السكان من الدفة وراح يضرب ويهشم به وهو يمسكه بكلتا يديه ويهوي به عليها المرة تلو الأخرى، ولكن الأقراش وصلت الآن إلى مقدم القارب وهي تتقاطر وحدانا وزرافات وتنهش قطع اللحم التي بدت متوهجة تحت البحر، فيما راحت الأقراش تتوافد مرة أخرى، وأخيرا انقض أحد الأقراش على رأس السمكة نفسه. فأدرك الشيخ أن الأمر قد انتهى، وكان هذا آخر قرش من القطيع الذي أتى، فلم يعد ثمة شيء يؤكل. تقطعت أنفاس الشيخ وأحس بمذاق غريب في فمه، إنه مذاق نحاسي وحلو، فخاف منه لحظة ولكن لم يبق منه الكثير. تأكد له الآن أنه هزم بصورة نهائية وليس من بلسم، لذلك أبحر بخفة الآن، ولم تراوده أي أفكار ولم تخالجه أي مشاعر من أي نوع، لقد انتهى كل شيء الآن. وأثناء الليل نهشت الأقراش هيكل السمك العظمي مثلما يلتقط شخص
ما الفتاة من المائدة لم يعرها الشيخ انتباها ولم يبدي اهتماما بأي شيء ما عدا قيادة المركب. لاحظ فقط كيف يبحر المركب الآن بخفة وبصورة جيدة بعد أن تخفف من حمل ثقيل، وفكر: الريح صديقتنا على أي حال. ثم أضاف: أحيانا، والبحر العظيم مع أصدقائنا وأعدائنا. وقال في نفسه: والفراش، الفراش صديقي، الفراش لا غير، سيكون الفراش شيئا عظيما. وفكر: يبدو الأمر سهلا حينما تهزم، لم أدرك أبدا أنه بتلك السهولة.